اوكي دير سيدي، السلام عليكم ورحمة الله طلابي أحبابي، الله يعطيكم ألف ألف عافية إن شاء الله، ربنا بأجركم. First of all، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة أيضا فعليه بالعلم، ومن أرادهما كليهما معا أيضا فعليه بالعلم. ولا ننسى أحبابي أن أبواب النجاح هي ألف، أولها بالالتزام. Today إن شاء الله we are going to start with module 6 unit 9. اليوم إن شاء الله راح نبلش في الوحدة السادسة اللي هي الوحدة التاسعة من موديول 6 اللي هي الفصل السادس. Okay, this is the unit before the last. هي الوحدة ما قبل الأخيرة unit 9. Tourist attractions معناها الجذب السياحي. Tourist attractions معناها الجذب السياحي. We have here the present simple passive اللي هو المضارع البسيط المبني للمجهول، وهذا الحكي أخذناه كثير في الـ find out. Today إن شاء الله أو next lesson إن شاء الله we will explain this rule in details إن شاء الله. Before we begin, can you think of an example of Islamic architecture in Jordan؟ كان هل تستطيع التفكير في مثال على العمارة الإسلامية في الأردن؟ Tell your partner what you think of it. هذا بجاوبوا لحالكم. Read the words in the books. اقرأ الكلمات الموجودة في المربع. Which of these words do you think are related to architectural features التي تعود إلى المميزات أو الأشياء تدل على العمارة؟ Think, check the meaning of any words you don't know. خلينا نشوف معنى الكلمات على السريع طلابي أحبابي. في عنا overlook. First one, overlook معناها إطلالة. شو معناها؟ إطلالة. Spectacular معناها خلاب، معناها خلاب. Country yard معناها ساحة أو فناء، أو فناء. Marble معناها رخام، معناها رخام. Fountain معناها نافورة. Arch معناها قوس. Doom معناها قبة، معناها قبة. بلاستر ورك معناها جبس اللي هو الجبصين. كاليغرافي معناها خط اليد. اركيد معناها اللي هي رواق، معناها رواق او ممر. اوكي. اوفرلوك معناها اطلالة. سبيكتاكولر معناها خلاب. كونتري يارد معناها ساحة او فناء. مابل معناها رخام. فاونتن معناها نافورة. Arch قوس. Doom قبة. Blaster work جبس. Calligraphy معناها خط اليد. Arcade معناها رواق. Let us begin with the text here. It's a very important text. It's talking about الهمبرا بلس اللي هو قصر، قصر الحمرة. وهسه رح نعرف ليش اسمه قصر الحمرة. الحمرا بلس is in Granada is part of the impressive heritage of the long-lasting Islamic Empire in Spain. الحمرا بلس in Granada اللي هي غرناطة، تمام، اللي هي مدينة، تمام، في إسبانيا، مدينة في إسبانيا. Is a part of the impressive heritage of a long-lasting Islamic Empire. هو عبارة عن جزء من the impressive الإرث المثير للإمبراطورية الإسلامية المتبقية، تمام، عبر العصور. Its name in Arabic اسمها في اللغة العربية قصر الحمرة means، تمام، اسمه قصر الحمرة، تمام. هذا قصر الحمرة means إيش اسمه؟ The Red Castle. شين Red Castle معناها الإيش؟ Red Castle means إيش؟ اللي هي معناها القلعة الحمراء. طيب بيجيك سؤال في امتحان why، تمام، قصر الحمراء means Red Castle. شو معنى ليش اسمه القلعة الحمراء؟ ليش؟ Because this refers، وهذا يعود لأن to the red coloring of the bricks that the original palace was built from. هذا يعود بسبب the red coloring of the bricks، الطوب فيه لونه أحمر، تمام. ذات تعود على مين؟ على البريكس، على الطوب
التي original place was built from والتي كان مبني عليها القصر بالأصل. تمام؟ ممتاز. It has become an important tourist attraction in Spain. وقد أصبح مين هو الأصبح الإتعادة عمين؟ اللي هو قصر الحمراء. اللي هو مين؟ قصر الحمراء. أصبح an important tourist attraction. Attraction صار إيش؟ معلما سياحيا مهما أو جذابا in Spain في إسبانيا. ليش السبب؟ Because of its rich Islamic history. Because of its rich Islamic history. بسبب تاريخه الإسلامي الغني. الإتس عاد عمين على قصر الحمراء also. إذن it in line 5 تعود على مين؟ على قصر الحمراء. واللي بحط الحمراء بلس برضو إجابته صحيحة. والإتس برضو عادة عمين على قصر الحمراء أو الهبرة الحمراء عفوا بلس. أوكي we have here last long lasting. شو بنسميها هاي إحنا أستاذي اللي بينهم شحطة؟ بنسميها الهايفينيتد صح ولا لا؟ بنسميها الهايفينيتد. أوكي it has also had a lot of influence. ولديها أيضا نفوذ. تمام؟ أو لديها تأثير. influence معناها تأثير أو إيش؟ نفوذ. تمام؟ إذن لديها العديد من إيش؟ التأثير. on a worldwide art على الفن العالمي. worldwide art معناها الفن العالمي. and architecture وفنون العمارة. وفنون العمارة. تمام؟ since it was built منذ أن بنيت. was built هاي مش بنسميها احنا was built هاي احنا بنسميها passive voice بس مش بالpresent بالpast past simple. تمام great. تمام الاتعادة عمين كمان على قصر الحمراء. طيب خلينا نكمل. this palace هذا القصر which which عادة عمين على القصر. تمام this palace هذا القصر والذي was built برضو هاي passive voice on a hill على قمة. تمام overlooking Granada. Granada تمام مطلا على غرناطة. has beautiful views لديه ايش؟ مشاهد جذابة او رائعة. the first king اول ملك arrived وصل اليها in 13th century في القرن الثالث عشر. تمام 13th century and constructed وبنى. تمام a royal palace اللي هو القصر الملكي فيها. after that وبعد ذلك other kings الملوك الآخرين added يعني added أضافوا. تمام more parts أجزاء أكثر to the palace. this is why ولذلك بسبب وذلك يعود السبب ويعود السبب. تمام it has so many different styles لديها العديد من ايش الستايلات او الانماط. many tourists العديد من السياح. تمام come to go to visit الحمراء بلس ياتون لزيارة قصر الحمراء today to see the Islamic architecture لرؤية العمارة الإسلامية. this includes وتتضمن واحد the spectacular court of the lions اللي هو ساحة الايش اللايونز اللي هي ايش الاسود. تمام ساحة الاسود الجذابة. تمام والتي الوجه عاد عمين على هذه الساحة. تمام كلياتها the spectacular court of lions هذه الساحة الاسود which is probably من المحتمل أنها the most famous part أكثر جزء مشهور. إيش القاعدة هاي the most وراها adjective. إيش هاي بنسميها طلابي أحبابي superlative.
فتحتيها مباشرة سفالة اللي هي صيغة التفضيل. لاحظ طلعنا hyphenated كلمتين بكون بيناتهم شحطة، وطلعنا الباسيف فويس، وطلعنا كثير أشياء، وطلعنا هاي هون عندنا the most زائد وراها adjective the most beautiful معناها superlative، تمام. وفي عندنا كثير كمان، في عندنا قاعدة present perfect مرت معانا، طيب ممتاز. إذا ويعتبر هذا ساحة الأسود أكثر مكان أو جزء مشهور of the building من البناء. It is a square، هو عبارة عن مربع، تمام. الإتعادة عمين على برضو على اللي هو ساحة الأسود. It is a square، هو عبارة عن مربع open air مفتوح country yard ساحة مفتوحة تمام ومربعة. With an impressive marble fountain، والتي تتضمن impressive marble fountain نافورة شمالها، شو يعني ما في العيها رخامية مثيرة، ممتاز. In the center، في مركزها يعني في مركز الساحة، طيب ممتاز. الآن the author will explain what do we mean by word اللي هي the fountain. He will explain the fountain. The fountain names، اسم هذه النافورة اللي هي نافورة الأسود comes from the 12 lions، بسبب وجود 12 أسد that support the fountain، التي إيش تحوط أو تحاط بالفاونتن اللي هي النافورة. The lion، الأسد was a symbol، شنو السيمبل؟ كان رمزا تمام of a power in Islamic history and art، في وكان يرمز إلى القوة تمام في الفن والتاريخ الإسلامي، الفن والتاريخ الإسلامي. great، خلينا نغير اللون. from this country yard، من هذه الساحة اللي هي ساحة الأسود، you can walk under arches، تستطيع المشي تحت الأقواس تمام into the hall of the two sisters، إلى نزل أو غرف the two sisters هم الأختين. who's wooden، الهوز عادة عمين على الهول of the two sisters هيها تمام. whose wooden doors، والذين أبوابهم الخشبية are over 800 years old، والتي أخشاب أبوابها عمرها أكثر من 800 عام. 800 years old، عمرها أكثر من 800 عام. this room، هذه الغرفة attracts، يعني attracts معناها تجذب تمام. هاي الكلمة في عنا two words are derived، شين derived؟ حكينا عنها كثير مرة، مشتقة، كلمتين مشتقات from each other، من بعضهم البعض. ايش هم؟ اللي هي عنا كلمة attraction معناها جذاب، وفي عنا كلمة attract اللي هي هاي فعل وهاي اسم. شوف كيف هيك دائما اشتقاق بكون نفس الكلمة، من نفس الكلمة بكون الاشتقاق، ممتاز. نرجع سطر 29. وهذه الغرفة تجذب the tourists، السياح. ايش السبب؟ الريزن because of the beautiful dome، بسبب قبابها الجميلة shaped وأشكالها like a flower، التي مثلها مثل الوردة. And the detailed plaster work on the walls، والجبس، plaster work معناها الجبصين، المفصل على جدرانها. Islamic Spain، إسبانيا الإسلامية، was famous for its artwork and calligraphy. بحكي لك إسبانيا الإسلامية كانت مشهورة شغلتين. It's العادة عمين هون على الإسلاميك سبين. Artwork أعمال فنية. Artwork معناها أعمال، وهي بنسميها إحنا هيها فوق أشمال. Compound noun، اسم مركب اللي هو Artwork تمام، عمل فني. وفي عندنا كمان كلمة Plaster work هيها هون. وفي عندنا كمان يا سيدي العزيز Overlook. وفي عندنا كمان many words. طب تمام، art work معناها الأعمال الفنية، and calligraphy معناها وخط اليد. and there are many well preserved examples،
وهنالك العديد من ايش شنو examples هون معناها ايش معناها الأمثلة على هذه الأعمال اللي هم خط اليد والأعمال الفنية in this room في هذه الغرفة أي غرفة تمام اللي هي the two sisters room ممتاز آخر the last last paragraph here there is a great difference between هنالك إيش فروقات عظيمة ما بين the blind اللي هو السهل outside walls خارج جدران and the paintings أو الدهان تمام أو الرسومات paintings معناها الرسومات and sculpture that cover the inside walls تمام الرسومات والزخرفات sculpture معناها الزخرفات تمام التي تغطي الجدران بحكي لك إنه في فرق ما بين خارج الجدران وما داخلها زي ما بيحكوها من برا يعلم الله من جوا يا عيني أو يا هلا هلا تمام it seems وذلك يبدو to be a paradise يعني paradise جنة on earth جنة الأرض بسموها جنة الأرض إذا another name of الحمرة بلس is إيش كمان the paradise on earth with a column arcades with مع أعمدة شمالها أركيد أو رقة تمام عمودية fountains وإيش كمان فيها نوافير and bowls bowls برك تمام and that are preserved there ومحفوظة هناك هيك تم شرح القطعة بشكل كامل تمام تم شرحها البينتينجز هاي شو بنسميها احنا جرند شو بنسميها جرند اللي هي المصدر اي دي اوكي اذا في عندنا كثير اشياء راح احنا نحلها او تجيك اذا جت هاي القطعه راح يجيكم كثير استخراجات عليها بتمنى تكتبوهم بشكل مرتب على الدفتر ويعطيكم الف عافيه الحصه القادمه ان شاء الله راح نحل اسئله اون بيج 71 صفحه 71 تمام and we will answer the we will explain the rule in details إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله كان معكم أستاذ بهاء والسلام عليكم